المره الجايه هسال حضرتك في الشق الاقتصادي وصندوق النقد والبنك الدولي، واعتقد كانوا كتير مستنيين نتيجه الانتخابات. لكن استاذ عصام قلت لي محضر لنا خمس اشياء ونعتبرها بسبب التوصيات للرئيس. اشكرك. احنا بننتظر من الرئيس القادم من الرئيس السيسي ان يستكمل مسيره الاصلاح السياسي الشامل، لا سيما معالجه الملفات ذات الصله بحقوق الانسان. جميل. اولها ايجاد بدائل للحبس الاحتياطي، تقليص اطار العمل بعقوبه الاعدام، مواصله الافراج عن المحبوسين على خلفيه قضايا تتعلق بالشان العام، اتاحه المزيد من الدعم لمنظمات حقوق الانسان، مواصله اصلاح منظومه السجون وتعميم مراكز الاصلاح والتاهيل. نجحت بشكل كبير. انت هدمت 15 سجن وبنيت مراكز اصلاح وتاهيل جديده، برضه نقله نوعيه الحقيقه في الحته دي، نقله غير مسبوقه، لانك انت ما بتعاقبش المدان من المحكمه مرتين، هو تعاقب من المحكمه، فما تعاقبوش مره اخرى. اصدار قانون لحريه تداول المعلومات، وده استحقاق استحقاق دستوري وننقش في الحوار في الحوار الوطني، وده بنطالب بيه كاعلاميين كمان. من المؤكد انه توصيات الحوار الوطني ان الرئيس قال انه هيستجيب للتوصيات متى وصلت اليه، وانا اتصور ان دي من الحاجات اللي تم التوافق عليها داخل الحوار الوطني. انشاء مفوضيه عدم التمييز، مواصله الحوار الوطني. وانا عايز اقول لك انا متفائل جدا، متفائل لانه انت لاول مره بتلاقي قبول من القياده السياسيه، اراده سياسيه لتحسين الاوضاع، وتفهم من الشعب. وده كان ظاهر بشكل كبير جدا في كثافه التصويت، انه الناس بتشتكي، يعني تقعد معاه على القهوه بيشتكي لك، لكن هو في نفس الوقت مدرك ان القياده الموجوده قياده مخلصه، وان هو بيامن بان في مشروعات قوميه كبيره مهم جدا ان احنا نبني عليها. انا متصور كمان انه تقديرا لهذا الشعب اللي قام بدور جبار، وانا بقول لك دور جبار لانه انا بمارس الانتخابات من 40 سنه، شفت المصريين وهي واقفه جحافل الصبح اول يوم. انا يعني ذهلت، الناس دي خرجت ازاي؟ دي ماكينه انتخابيه نجحت، ماكينه حزبيه نجحت، علينا ان احنا نبني عليها، وعلينا ان احنا ناخد من الاحزاب دي. احنا عندنا ثلاث دوائر سياسيه مهمه، انت عايز يمين ووسط ويسار، وانا اتصور ان ده موجودين في الاحزاب السياسيه. باقي الاحزاب انا لها ان هي تتحالف، لانه الناخب المصري عايز ينجح التجربه الحزبيه، عايز يبني دوله ديمقراطيه، لكن كمان عايز يشعر بالامان في وجود هذه الاحزاب، عايز كيانات كبيره يراهن عليها. المصري بطبيعته ما بيراهنش على الكيانات الصغيره او اللي ما عندوش فرصه للنجاح. عايز اللي يراهن عليه ده يبقى يكون راغب وقادر، مش يبقى راغب بس، مش انت تبقى راغب تلعب دور وخلاص، لا، يبقى قادر كمان على انك تحقق الدور ده. احنا مهم جدا المشروعات العملاقه اللي الدوله سعت لبنائها ان احنا نستكمل هذه المشروعات. مش عايزين ناخد خطوه للخلف، عايزين ناخد خطوات للامام. هذه الخطوات للامام تعيد اللحمه بين الشعب المصري اللي يعني ظهرت بشكل كبير في الانتخابات، وتمكن صانع القرار من انه ياخد اكثر القرارات جرأة للاصلاح. احنا خدنا قرارات صعبه جدا في الاصلاح في الاصلاح الاقتصادي. انا متصور ان الاوان ان احنا نخفف من وطأة هذه الاجراءات على المواطن المصري اللي قدم للدوله المصريه ودعم الدوله المصريه في الانتخابات الرئاسيه. ده حقيقه.